شن مجهولين قصفا على منزل الشيخ خوض بن الوزير العولقي في مديرية نصر بمحافظة شبوة فجر اليوم الخميس، وسقطت قذيفة مدفعية الهاون بحسب مصادر محلية بمحيط المنزل نافية وقوع ضحايا جراء الجريمة. الأخوة الكرام، لا يخفى على أحد منكم الحال الذي تعيش محافظة شبوة من انهيار في المنظومة الأمنية وفساد المستشري في المرافق والحكومة والمرافق الحكومية وانعدام فرص